من حيفا ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد أهلا بك، هل من معلومات رشحت قبل لقاء نتنياهو بهوكشتاين، ومتى من المتوقع أن يعقد هذا اللقاء؟ المقرر أن ينعقد اللقاء بين الرجلين بعد ظهر هذا اليوم. وطبعا كما أسلفت في المقدمة، هوكشتاين التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر الذي يعالج الملف مع الولايات المتحدة. لا يوجد نقاش بين الجانبين حول بنود الاتفاق والعرض الأمريكي، لأن إسرائيل فعلت ذلك، ناقشت الأمريكيين مسبقا ووافقت على الخطة الأمريكية. فقط العقبة الأساسية ما تزال في نقطتين تتعلقان بالاتفاق ولا تتعلقان به مباشرة. النقطة الأولى هي مطلب إسرائيلي بحرية الحركة العسكرية. الأمر الآخر هو تشكيلة لجنة الرقابة الدولية، الإشراف الدولية على تطبيق 17-01. إسرائيل تريد الولايات المتحدة وفرنسا ودول وازنة أخرى، ولكن عمليا مصادر إسرائيلية في إسرائيل تقول إن هناك فرصة للتوصل لاتفاق خلال أسبوع في حال تم تدليل هاتين العقبتين، لأن هناك مرونة من الجانبين، ولأن هناك اتفاقا خارج الاتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة قد يسهل عملية تسويق الائتلاف إسرائيليا بالنسبة لبنيامين نتنياهو. ستنتهي زيارة هوكشتاين اليوم من المتوقع زياد، أم ربما تمدد كما حدث في لبنان، إن كانت لديك أي معلومات؟ حاليا لا توجد معلومات بأنها ستمدد. هذا طبعا غير مستبعد إذا ما كانت حاجة لذلك، واضح أنه قد يمددها إلى الغد. في كل الأحوال الليلة سينعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، أفترض بأنه سيناقش أساسا الخطة الأمريكية وإمكان إعلان مثل هذا الأمر، وقف إطلاق نار في وقت قريب. بالتالي حاليا في إسرائيل يقولون إن الفرصة تبدو قوية وإن لم تكن يعني بشكل نهائي. يعني على ما يبدو اختلف الأمر، قبل يومين كان هناك تشاؤم من إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان زياد. هذا صحيح، ربما النصيحة في ذلك عدم يعني الركون كثيرا إلى التصريحات العلنية، لا للمسؤولين الإسرائيليين أو لمسؤولين آخرين، لأنها أحيانا لا علاقة لها بما يدور في الكواليس من مفاوضات. بالتالي حاليا ربما الإشكالية بالنسبة لنتنياهو هي كيف يسوق هذا الاتفاق، بما أنه يبقي حزب الله القوة الرقم واحد في لبنان وبعد ذلك الجيش اللبناني، وكيف يقنع الإسرائيليين بالعودة إلى شمال إسرائيل. ربما المخرج سيكون بأن يكون هذا يقول بأن هذا اتفاق على وقف إطلاق نار لستين يوما وليس نهاية الحرب بالضرورة، يمكن العودة للحرب في أي لحظة، لكن التجربة من عقود في هذه الأمور تقول بأنه يتم عادة الإدمان على الهدوء وعدم الذهاب سريعا إلى أي حرب. إذن سنتابع معك خلال نشرتنا المقبلة أي تطور أو جديد بخصوص لقاء هوكشتاين ونتنياهو حتى اللحظة. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات. من حيفا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي.